طب نروح لزميلنا كريم احمد بعد اذنك كابتن، لان حصل حاجه في الملعب فنستفسر منه عن اللي حصل في الملعب. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، بجد التحيه ليك ولكل مشاهدينا ونجوم استوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما بنقول ايه اللي حصل عندك في الملعب يا كريم عن مباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش. هبدا معاك في البدايه، الحقيقه يمكن محمد هاني يعني سقط كده في اثناء الاحماء، لكن تدخل الجهاز الطبي السريع يعني حاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله طمنا هاني يكون متواجد في التشكيل، هو التشكيل اعلن يمكن هاني متواجد ان شاء الله يكون متواجد بكل الجديه. حماس كالعاده طبعا باين من خلال حتى طريقه الاحماء ومن خلال لعيبه النادي الاهلي، الكل عنده رغبه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله تكون 3 نقاط من نصيب النادي الاهلي. الطقس الحقيقه في هذا التوقيت ابتدت الحراره يعني تنزل شويه كده، الجو ابتدى يكون جو كروي بمشيئه الله، لان درجه الحراره والشمس كانت قاسيه الحقيقه من ساعتين تماما. حضور الجماهيري رغم قله العدد، لكن ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دور النهارده في هذه المباراه. الاجواء كلها طيبه جدا، يمكن بس هي الامر الخاص بمحمد هاني. طب نطمن منك بس على هاني كامل جاهز بعد اذنك يا كريم. هاني كويس، نطمن على هاني. هو هاني لما وقع هاني وقع لوحده يعني، ولا كانوا بيلعبوا كوره، ولا كانوا بيعملوا ايه بالظبط في التسخين؟ في المربعات اللي هي بتسبق يعني خلاص المرحله الاخيره من الاحماء يعني بالحماس كده في تدخل الكروي كده سريع، لكن الامور الحمد لله بالنسبه لهاني طيبه جدا، وان شاء الله يقود المباراه ويكون كابتن فريق النادي الاهلي في هذه المباراه كالعاده، ويتالق كعاده محمد هاني مع كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كلمني عن التواجد الجماهيري برضو بعد اذنك. يمكن زي ما بقول لك كابتن ايمن العدد مش كبير شويه، طقس بناكد عليه كل مره، لكن ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دور في التشجيع وفي التحفيز. مباراه مهمه جدا، يمكن جمهور النادي الاهلي تواجد من اكثر من 3 ساعات مع انطلاق المباراه، بنامل كمان يكون في عدد زياده شويه عن هذا العدد، لكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير وتقدر تحقق 3 نقاط النهارده كابتن باذن الله رب العالمين. لينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله يا كريم.